تحت رعاية معالي الشيخ خليفة بن راشد الخليفة وبحضور معالي أقيم صباح اليوم حفل افتتاح المبنى الجديد لمدرسة ام اي الدولية ووضع حجر الأساس لمدرسة أثينا لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة عيسى، وذلك بحضور الدكتور مابيلا جيلوس المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. أعرب معالي الشيخ خليفة بن راشد عن سعادته بافتتاح المبنى الجديد لمدرسة AMA الدولية ووضع حجر الأساس لمدرسة أثينا لذوي الاحتياجات الخاصة، لما يمثله ذلك من إضافة متميزة لقطاع التعليم في مملكة البحرين. وأكد أن الاهتمام بالقطاع التعليمي والارتقاء به يشكل نهجا أساسيا في فكر ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي يؤمن بضرورة الارتقاء بالعنصر البشري والاستثمار في تعليمه وتدريبه بما يمكنه من الإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في شتى القطاعات. ونوه إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة من خلال إقامة المدارس والمنشآت التعليمية التي تتميز بالجودة وتواكب أحدث النظم التعليمية العالمية من حيث المناهج والتجهيزات. وتوجه معالي الشيخ خليفة بن راشد بالشكر إلى القائمين على مدرسة AMA الدولية على مبادراتهم الإيجابية واهتمامهم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار يعزز من الشراكة المجتمعية، متمنيا للمدرسة والقائمين عليها مزيدا من النجاح والتوفيق. وأشاد بما تقدمه المدرسة من برامج تعليمية وأنشطة عملية متطورة استطاعت من خلالها تخريج أفواج من الطلبة والطالبات المتميزين فكريا وإبداعيا. من جانبه أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن هذا الاحتفال يأتي تأكيدا لاهتمام قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بدعم الاستثمار في التعليم الخاص وتشجيعه والارتقاء به وتطويره على النحو الذي يخدم أهداف التنمية الشاملة، وبما يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها هذا القطاع التعليمي الحيوي في بلدنا الذي أقام نهضته الحديثة على الاستثمار في الإنسان ومن أجله. وأضاف أن مدرسة AMA الدولية تأتي ضمن 73 مؤسسة تعليمية خاصة تحتضنها مملكة البحرين اليوم، وتضم أكثر من 83 ألف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، وتؤدي أدوارا حيوية في توفير الخدمة التعليمية المتنوعة التي تلبي حاجات كافة الفئات، مما جعل التعليم الخاص في مقدمة العناصر الفاعلة في المجال التربوي وكذلك في مجالات الأنشطة الطلابية المتنوعة. Thank you.
لا شك أن اليوم الإعلان الرسمي عن افتتاح هذه المدرسة المتميزة وكذلك بدء إجراءات الرسمية لتنفيذ مشروع مدرسة أثينا لذوي الاحتياجات الخاصة وبما تحتوي هاتين المؤسستين من تسهيلات ومنشآت متنوعة ومتطورة، يؤكد سياسة مملكة البحرين بتوجيهات من قيادة الحكيمة لتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص الذي يشكل رافدا من روافد التنمية باعتباره أيضا له دور كبير في مسيرة التعليم في مملكة البحرين. ووزارة التربية والتعليم تولي التعليم الخاص بكافة مراحله رعاية واهتماما، ونسعى أيضا إلى تقديم كل دعم تدريبي أو على صعيد الكتب المدرسية، كل ذلك من أجل نجاح واستمرار هذه المسيرة وتطورها.